كنيسة مرطومة في الساحل الأيمن من الموصل. التجمع تم بفضل شباب من الموصل، شباب إخوتنا المسلمين. وما هي المبادرة الأولى لشبابنا في الموصل يحاولون أن يخلقوها حتى ننطي رسالة للجميع بأن نحن كنا ونريد أن نكون دائما بمحبة وبتضامن. هو أما عدم عودة المسيحيين بعد بصورة نقول نوعا نسبيا أحسن، هو لأنه لا زال حاليا بعد بيوتهم وكنائسهم وخدمات هي مفقودة. فلما تعود الحياة والخدمات تستمر والكنائس ترجع إلى ما كانت، أتوقع أنه العدد يزداد. ولأن أعرف أنه لدى المصلاوي الموصلي الحقيقي رغبة أن يبقى ويعيش في منطقته، وهذا شرف وغنى لنا وكلتنا. هو حضر اليوم القداس الأول في كنيسة تقع في قلب المنطقة القديمة في مدينة الموصل. هذه الكنيسة الذي نجد آثار إجرام داعش الذي حاول هدم كل مساجد وكنائس المحافظة، هذه القداسة اليوم هي رسالة لكل العالم. الحياة تعود من جديد في مدينة الموصل رغم ما حاول الكثير قتل كل ما في هذه المدينة من أديان وأطياف وألوان، ولكن أبو أهلها أن يقفوا إلا صامدين. وما هذا القداسة اليوم إلا تحدي كبير لكل عصابات داعش الإجرامية. ها عدنا من جديد والمدينة تعود من جديد بهمة الغيارة من أبنائها من كافة الألوان والأطياف. رسالتي إلى كل العالم نينوى تعود، وإلى المجتمع الدولي نحتاج إلى دعمكم الكبير في إعادة وتكملة مسيرتنا في البناء وإعادة الحياة إلى هذه المدينة. اليوم جينا من قضاء الحمدانية من قرقوش، لبينا دعوة من بعض الشباب دعونا على القداس السلام في مدينة الموصل في الجانب الأيمن إلى كنيسة مارتوما. والحمد لله القداس يعني جمع كل مكونات الشعب العراقي، وطبعا على الرغم من كون يعني الكنيسة يعني تقريبا شبه منكوبة حتى أضواء ما بها، يعني الحمد لله صار القداس بها والجموع يعني غفيرة فيها. ونتمنى أنه يرجع الأمن والسلام إلى موصل الحبيبة وإلى جميع مناطق العراق. أنا حضرتي من الدواسة، من سكنة الدواسة من الموصل. كنا عايشين حمد يعني كنا عايشين بسلام وأمان قبل الأحداث، بس بعد ما صار دخل داعش اللي هو تنظيم إرهابي دمرت الأوضاع ودمرت المدينة. وطبعا أنا نص أصدقائي مسيحيين وإسلام كلهم طلعوا للخارج، يعني نصهم طلعوا للخارج ونصنا طلعنا العنكا ونزحنا. ونتمنى من الكل إنه يرجعون حتى نعمر هالمدينة الحلوة، مدينتنا الموصل لازم نعمرها. نتأمل ونطلب من رجال الدولة من الطائفة مالتنا لازم يسوون الكنائس، إعادة الكنائس حتى نحضر الصلاة بالكنائس بالموصل، وحتى ترجع كل المسيحيين للموصل. نتأمل كلهم يرجعون المواصي، نتأمل. وأنا رجعت من زمان، من تحررت الموصل رجعت على الموصل مرتاحة مع جيراني، جيراني يزوروني وأزورهم والحمد لله والشكر. وإن شاء الله الله يديم علينا الأمن والأمان إن شاء الله يا ربي بقوة الرب. أمان إن شاء الله الأمان يرجع على الموصل، يرجع على الموصل وعلى كل المسيحيين والأسلام إن شاء الله. نحن كشباب مدينة الموصل نهدف لإيصال عدد من الرسائل من خلال هذا القداس. تكاد تكون الرسالة الأهم هي رسالة للسلام في مدينة الموصل، والرسالة الثانية هي لفت للمنظمات الدولية والجهود الحكومية والجهود الدولية لموضوع إعادة الإعمار في مدينة الموصل القديمة. نحن الآن في مدينة الموصل القديمة بظروف أشبه بالمستحيلة، بظروف ما بعد الحرب، ولكن أقمنا نقيم هذه الفعاليات في رسائل للسلام.